خماسية في افتتاحية الدوري، دوري شباب الجمهورية، شفت اللقاء مجمله ازاي؟ بداية ألف مبروك للشباب الأهلي والكابتن عمرو، الحقيقة عامل فرقة جيدة. البداية بصرف النظر عن الخصم اللي احنا بنلعبه أو المنافس اللي احنا بنلعبه، لكن وحضرتك بتتكلم معانا تشكيل المباراة اللي ابتدى من بداية المباراة، اتفضل. مفيش شك إنه الأداء من البداية لحد النهاية فريق بيأدي كرة سهلة طول المباراة، يمكن في فترات بسيطة كده بيحصل فيها هبوط شوية كبداية مباريات رسمية، لابد يبقى فيه الكلام ده، لكن أداء رائع جدا، كرة سهلة، ارتداد، بداية من تحت، كل الحاجات اللي الفريق الأول بيعملها احنا شفناها النهاردة، التسديد، الأهداف المتنوعة، اللياقة البدنية إلى حد كبير أنا بحيي عمرو عليها جدا. ما فيش شك إن في عناصر مبشرة بالخير للفريق الأول. أكتر من خمس ست أفراد عجبوني جدا، وطبعا مع الوقت هنقول أساميهم. الأهداف جميلة جدا، فيها متابعة، فيها روح، فيها قتال. ما فيش شك إن هناك أداء مميز بكرة سهلة مباشرة، سرعة ارتداد، هجمات جميلة جدا يا كابتن ومتنوعة. يعني كرة محمد أشرف اللي بيحطها في المقص البعيد، الجول الأولاني والجول الثاني كلها حاجات فيها متابعة، فيها الحاجات كلها اللي احنا بنتمناها أكيد النهاردة.